مفيش مدير هيكون صاحبك، دي ريح بالك منها وما تحاولش انك انت تجادل كتير فيها. المدير بتاعك لو هو عصبي ما تحاولش انك انت تجادله، على فكرة هو بيبقى مقتنع بيها 100% صرف ان هي تبقى غلط، او 100% صرف ان هي تبقى صح وانت عايز عكسها. العشم مع المدير عموما بيقتل، المدير مش بيقتنع غير بنفسه، فريح بالك. فانت عمرك ما هتفهمه الصح فين ولا عمرك هتفهمه الغلط فين. لو جيت لجزئية انك انت عايز تاخد اجازة والمدير بتاعك مش موافق او عنده دي، ففي الاغلب لازم تحور، لازم تحور بس.